السلام عليكم. الحزب الاشتراكي اليمني أحد أهم الأحزاب السياسية في البلد، له حضوره الفاعل في المراحل التاريخية الوطنية في الثورة والوحدة وانتهاء بثورة الشباب ومؤتمر الحوار الوطني. في أول تحرك سياسي رسمي مساند للشرعية منذ اجتياح صنعاء، التقت قيادة الحزب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. وصف اللقاء بحسب بيان نشر بموقع الحزب الإلكتروني بالوضوح والصراحة والحرص المتبادل. الحزب الاشتراكي ظل متردد الخطى فيما يتعلق بالالتحاق رسميا بقوى الشرعية والتحالف العربي المساندة لها، وإن كانت أغلب كوادر الاشتراكي قد التحقت مبكرا بالمقاومة الشعبية بمواجهة الانقلاب، ومن تلك الكوادر الطلائع الطلابية والشبابية. وعلى ما يبدو أن الاشتراكية غادر مربع الحيرة السياسية التي اكتنفت الموقف الرسمي للحزب، وهذه خطوة سياسية يراها مراقبون عاملا مهما جدا من عوامل الترجيح لمصلحة القوى السياسية المساندة للشرعية، إذ قد يشكل حضور الاشتراكي ولقاء قياداته بالرئيس بداية مهمة لبلورة مشروع سياسي واسع يضم القوى السياسية والمدنية والاجتماعية المساندة للشرعية برؤية واضحة المعالم تضمنتها مخرجات الحوار الوطني. وهنا نتساءل، هل تمثل هذه الخطوة تجاوز الاشتراكي لمربع الحيرة السياسية للوقوف إلى جانب القوى الشرعية والتحالف العربي المساند لها؟ وهل جاء الموقف الأخير نتيجة مراجعة بداخل الحزب؟ هل ستشهد الساحة السياسية تكتلا سياسيا جديدا أوسع من اللقاء المشترك على أساس الشرعية والجمهورية والدولة الاتحادية؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني. نبدأ الحلقة بعد متابعة هذا التقرير للزميل ياسين التميمي. الاشتراكي يندفع إلى الخطوط الأمامية في جبهة الشرعية. جرى ذلك في اللقاء الأول من نوعه الذي أجراه الرئيس عبد الرب منصور هادي مع قيادة الحزب الاشتراكي اليمني منذ أكثر من عام. اندفاعة الحزب الاشتراكي جاءت مدروسة وبعناية، واتكأ فيها الحزب على خبرة سنة كاملة من التموضع في المنطقة الوسطى بين الشرعية والانقلاب. أثار هذا التقارب اللافت بين رأس النظام الانتقالي والحزب الاشتراكي اليمني موجة من التفاؤل بشأن طبيعة المرحلة المقبلة التي يبدو أنها تتجه إلى تأسيس إطار وطني واسع للتعاطي مع استحقاقات المرحلة المقبلة في ظل المراوغة التي يمارسها الطرف الانقلابي في مشاورة الكويت. تميز الحزب الاشتراكي اليمني طيلة العامين الماضيين بموقف تقليدي من مجرى الأحداث، فهو متمسك بشرعية النظام الانتقالي، مما يعني ضمنا أنه يرفض الانقلاب، ولكنه لا يتخذ موقفا حديا من التطورات التي سبقت سقوط صنعاء وتلك التي حدثت بعد سقوط صنعاء، موقف تباين مع مواقف بقية الأحزاب والقوى السياسية التي جاءت حادة تجاه الانقلاب. مثل الحزب الاشتراكي اليمني الحامل الوطني الأهم للوحدة اليمنية، وقاد جبهة النضال من أجل تحقيق هذا الحلم خلال عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم، إلى أن تم إعادة تحقيق الوحدة في 22 من مايو 1990. لا تزال اليمن تدفع ثمناً باهظاً نتيجة لإصرار المخلوع صالح على إخراج الحزب الاشتراكي من المعادلة السياسية، والتي لم تكن تعني سوى الالتفاف على المعاني العظيمة للوحدة اليمنية باعتبارها إطاراً للشراكة الوطنية في القرار وفي إدارة شؤون الدولة وفي التوزيع العادل للثروة. جاء رد فعل الحزب الاشتراكي على إقصائه من المشهد السياسي رشيداً وفعالاً عبر انخراطه في مهمة بناء الكتلة الوطنية ممثلة بتكتل اللقاء المشترك الذي تصدى للمخلوع صالح منذ أواخر تسعينيات القرن المنصرم وحتى الإطاحة به في 2011 عبر ثورة شعبية أدارها تكتل اللقاء المشترك بكفاءة. الجديد فيما نجم عن اللقاء الاشتراكي بالرئيس هو حرص الحزب على إعادة تعيين مواقفه من المقاومة الشعبية التي عبر عن تأييده المطلق لها، وتحيته المتأخرة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وتشديده على المضمون الانقلابي العدواني فيما أقدم عليه الحوثيون والمخلوع صالح. مواقف قد تعزز من وحدة الصف الوطني إزاء التحديات العاصفة التي تواجه اليمن في هذه المرحلة الهامة من التاريخ. إذن مشاهدينا الكرام، ينضم لنا عبر السكايب من لندن الدكتور عيدروس النقيب، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي وكذلك رئيس مركز شمسان للدراسات. مساء الخير دكتور.
مساء النور والعافية، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور. يعني هل يمكن الحديث أو يعني هل يصح الحديث على أن الاشتراكي تجاوز مربع الحيرة السياسية والتحق بقوى الشرعية بشكل رسمي؟ شكرا جزيلا أولا، ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدينا الكرام في كل المعمورة. وفي الحقيقة يعني ما ورد في التقرير بحاجة إلى تعليق، تفضل. يمكن تناوله، وما ورد في السؤال. أولا يعني تعرض الحزب الاشتراكي لإجحاف كبير، معذرة أنا هنا أتحدث بصفتي رئيس مركز شمسان، وقد لا أعبر بالضرورة عن سياسة الحزب الاشتراكي اليمني، ليس لشيء إلا لأنني مبتعد عن ممارسة المهام القيادية منذ خمس سنوات. لكن أعود إلى سؤالكم، يعني الحزب الاشتراكي متهم من 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 الشرعية بأنه مع الانقلاب، ومتهم من الانقلابيين بأنه مع الشرعية، ومتهم من الحراك الجنوبي بأنه وحدوي، ومتهم من علي عبد الله صالح بأنه انفصالي، ومتهم من الحوثي. يعني لم تعد هناك طرف سياسي في اليمن لا يتهم الحزب الاشتراكي. الحزب الاشتراكي لم يقف موقف رمادي من الانقلاب. منذ اليوم الأول الحزب الاشتراكي أعلن رفضه للوصول إلى السلطة عن طريق القوة، عن طريق القوة العسكرية. ويعني معد التقرير، وأنا أتفهم منطلقات الأخوة الذين ينطلقون من معركة عمران وما قبل عمران، لأنه كان يطلب من الحزب الاشتراكي أن يذهب للقتال. يعني الحزب الاشتراكي ليس لديه ميليشيات حتى يذهب للقتال، كل الأحزاب عندها مقاتلين، الحزب الاشتراكي لديه مفكرين وكتاب ومثقفين وأدباء وعاملين في المجال الإنتاجي، وبالتالي ليس لديه ميليشيات حتى يذهب يقاتل بها. أما موقف السياسي فهو موقف معلن أنه رافض للإنقلاب، أنا هذا ما أقرأه في أدبيات الحزب الاشتراكي. كون الحزب الاشتراكي قدم مبادرة تدعو إلى الوحدة الوطنية وإلى إعادة العودة إلى العملية السياسية، فهذا اليوم ما يدعو له كل الناس. هذا لا يجوز أن يكون سبباً في اتهام الحزب الاشتراكي بالرمادية، لأن الرئيس عبد ربه منصور يدعو إلى الحوار، علي عبد الله صالح يدعو إلى الحوار، الحوثيون يدعون إلى الحوار، فلماذا الحزب الاشتراكي عندما يدعو إلى الحوار يتهم بالوسطية أو بالرمادية؟ أقول مرة أخرى، يعني أنا أتكلم من موقفي الشخصي، لم أجد اشتراكيا واحدا وقف مع الإنقلاب، بل لم عدا أولئك الذين اتخذوا من الحزب محطة ترانزيت وذهبوا إلى الحوثيين. هؤلاء أمثالهم كثيرين، منهم ناصريين، الأمين العام. يعني هو ربما لأن يعني الحزب لم يصدر بيانا باعتبار ما حدث انقلابا إلا منذ فترة وجيزة دكتور. الحزب الاشتراكي اعتبر الوصول الى، يعني انا اشوف يقول الاخوان انه لم يلتحق بالشرعية. كان الامين العام السابق حضر مؤتمر الرياض الدكتور ياسين سعيد عثمان، نعم. وحضر مؤتمر الرياض الدكتور محمد المخلافي، وهو الامين العام، هو نائب الامين العام للحزب الاشتراكي، وحضر من اعضاء اللجنة المركزية اكثر من 20 عضوا في مؤتمر الرياض، وظلوا يمارسون عملهم في الرياض الى ان استبعدهم الرئيس هادي، استبعد الدكتور المخلافي وهو الخبير القانوني الذي تتسابق عليه المنظمات الدولية من اجل ان يعمل لديها. لكن هذا لم يكن سببا في اندفاع الحزب الاشتراكي ان يتخذ موقفا عدائيا من الرئيس هادي. وشخصيا كنت تمنيت على الحزب الاشتراكي إلا يشارك في أي وزارة، ليس لأنه يعني من مصلحة الحزب الاشتراكي أن يتفرغ للعمل السياسي في الميدان ومع الجماهير. وعلى العموم أقول أنا أن أبارك زيارة الأخ الأمين العام لرئيس الجمهورية، وأحيي رئيس الجمهورية أنه فكر يدعو القيادات الاشتراكية، لأن غالبا القطيعة ليس سببها عدم يعني المدعو، القطيعة قد يكون سببها الداعي الذي لم يدعو. فكون القيادات الاشتراكية ظلت في صنعاء، يعني أنا أتفهم أنه بعض البيانات ليست بمستوى الحدية التي يكتب بها ياسين التميمي من تركيا من اسطنبول. الموجود في صنعاء هو موجود تحت المدفعية، وهو مهدد بالاغتيال وبالاعتقال. وبالمناسبة أهني الحزب الاشتراكي، فقد صدر قرار باقتحام مقراته وسيطرتها والسيطرة طيب عليها. يعني لمزيد من يعني إشباع هذا النقاش، ينضم إلينا دكتور عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الأستاذ علي الصراري من الرياض. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور.
أهلا بكم. سرع الاجتماع بين الرئيس والحكومة ضمن تحركات سياسية للحزب الاشتراكي في الرياض، ما كانت هذه المخرجات بداخل هذا اللقاء التي وصفت بالإيجابية والبناء؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك الكريم الرفيق الدكتور عيدروس، وأحيي مشاهدي قناة بلقيس. نحن نشعر بارتياح بالغ لهذا اللقاء بفخامة الأخ رئيس الجمهورية. هذا اللقاء طبعا كان هو بدعوة من الأخ الرئيس، وطبعا كانت هي مناسبة جيدة لنا وللأخ الرئيس في أن نقف أمام جملة من القضايا التي كان يثار حولها لغط هنا أو هناك، وكان هذا اللغط يهدف إلى التشويش على مواقف الحزب الاشتراكي. ويبدو أن البعض وبالذات في قوى التحالف الانقلابي لم تتوانى ولم تتوقف أبدا عن أن تسيء الحزب الاشتراكي وتشهر بمواقفه وتزور الحقائق حولها. طيب ما أبرز هذه النقاط التي خرج بها اللقاء دكتور أستاذ علي؟ اسمح لي أولاً. تفضل. أولاً نحن كما قلت أزلنا هذا اللغط تماماً، وذكرنا بجملة المواقف التي اتخذها الحزب الاشتراكي، وكانت منذ اللحظة الأولى مؤيدة للشرعية ومنحازة للمقاومة الوطنية ومؤكدة على الالتزام بالمرجعيات الناظمة للمرحلة الانتقالية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها المخرجات الخاصة بالحل العادل للقضية الجنوبية. اليوم أعتقد أنه كان اللقاء صريح وواضح وبناء. الأخ الرئيس تفاعل بشكل كبير وكان هذا متوقع من جانبه، تفاعل مع ما دعا إليه من أن يقوم الحزب بتفعيل وتطوير وتقوية دوره في إطار العملية السياسية وفي إطار الشراكة الوطنية لمجابهة الانقلاب واستعادة الدولة. وكيف سيتم ذلك أستاذ علي؟ الواقع لمسنا من الأخ الرئيس استعدادات إيجابية كبيرة، وكان لقاءنا اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أيضا في نفس الاتجاه، وجدنا أيضا لديه الاستعداد لأن يتفهم كافة القضايا والموضوعات المطروحة من جانب طيب. الحزب الاشتراكي، وخاصة فيما يتعلق ب يعني التخلص من أي مظاهر يعني مظاهر إقصاء كان يواجه بها الحزب الاشتراكي في الفترة الماضية. طيب بماذا خرج هذا اللقاء مع رئيس الوزراء أستاذ علي؟ لم تنتهي اللقاءات لا مع رئيس الجمهورية ولا مع رئيس الوزراء. نحن اعتبرنا أن اللقاءين اللذين تم هذا اليوم هما تمهيد للقاءات ستبدأ من بكرة إن شاء الله، وسيتم يعني فيها تناول الكثير من التفاصيل والقضايا العملية الملموسة. طيب أستاذ علي، يعني هذا البيان الذي خرج ونشر في موقع الحزب الإلكتروني أيد التحالف العربي أو حيا التحالف العربي بشكل واضح، أكد رسميا على تأييد الشرعية، يعني ما دلالة هذا التوقيت الذي جاءت به دعوة الرئيس هادي للاجتماع مع قيادات الحزب الاشتراكي في ظل مشاورات الكويت وما نراه من شد وجذب فيها؟ أولا نحن لا نرى بأن الموقف الذي أعلناها اليوم جديدا، لأن نفس هذه المواقف سبق للحزب الاشتراكي أن اتخذها وتبناها وأعلنها في بيانات منفردة باسمه وفي بيانات مشتركة مع الآخرين. طبعا نحن ندرك تماما أن الأخ الرئيس والحكومة يحرصان على أن تجتاز البلاد هذه المحنة،
وأن يتحقق السلام، ولكن دون ما تفريط بحق الشعب اليمني في أن يستعيد دولته المغتصبة من قبل الميليشيات الإنقلابية. في الواقع أن هذا التوقيت يأتي أيضا في إطار التأكيد على يعني أن التوجه العام لدى الأخ الرئيس والحكومة ولدى القوى السياسية هو السير نحو أو العمل من أجل إنقاذ اليمن بأقل الوسائل تكلفة، ولكن كما نلاحظ بأن القوى الإنقلابية تحاول أن تطيل من أمد المأساة وتحاول ألا تساعد على التوصل إلى أي نتائج تحقق للشعب اليمني ما يصبو إليه. عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أستاذ علي الصراري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى دكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، سمعت ما تفضل به الأستاذ علي، هل من تعقيب وهل من قراءة لدلالة التوقيت بالذات، توقيت هذه يعني دعوة من قبل الرئيس هادي والبيان الذي خرج به الحزب؟ أولا تحياتي لزميلي وصديقي ورفيقي الأستاذ علي الصراري، والحمد لله على سلامته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها. ما أشار إليه الزميل علي الصراري يؤكد تماما ما كنت قد سبق وأشرت إليه، وهو أنه الحزب الاشتراكي مع الشرعية وضد الإنقلاب، هناك حملة شعواء من أصدقاء الحزب الاشتراكي للأسف الشديد، من رفاق الحزب الاشتراكي في خندق اللقاء المشترك، تتعمد الإساءة إلى مواقف الحزب الاشتراكي. يعني كما لاحظتم، أنا أعتقد أن هذه اللقاءات التي تمت اليوم يمكن أن تؤطر لعمل لاحق يخدم مشروع استعادة الدولة ويخدم حل المعضلات التي تتعرض لها البلاد، بما فيها القضية المحورية والأساسية التي تتحدى كل اليمنيين، ولكن الكثير من القوى السياسية تتعمد تجاهلها، وهي القضية الجنوبية منذ اليوم طيب الأول. هل مثلت هذه القضية دكتور فجوة ما بين الرئاسة والحزب الاشتراكي؟ معذرة أعيد السؤال. هل مثلت فجوة ما بين الرئاسة القضية الجنوبية أو وجهة نظر الحزب الاشتراكي نحو القضية الجنوبية، هل مثلت فجوة ما بينها وبين رئاسة الجمهورية والحكومة اليمنية؟ الحقيقة أنه قد لا تكون الفجوة سببها رئاسة الجمهورية، أو هي في العلاقة بين الحزب الاشتراكي ورئاسة الجمهورية. الفجوة الأساسية سببها شركاء حرب 94 الذين ما يزالون في صف الشرعية، وأنا سأكتفي بهذا التسمية حتى لا يتحسس البعض. يعني شركاء 94 لا يريدون أن يتنازلوا عن غنائمهم التي حققوها في 94 بفضل اجتياحهم للجنوب، سواء أولئك المؤيدين للشرعية أو المؤيدين للإنقلاب، لأن شركاء 94 ما يزالون في المشهد السياسي في الواجهة في الشرعية وفي المشهد الإنقلابي. فإذا المشكلة مع الحزب الاشتراكي مع هذه القوى. الحزب الاشتراكي تقدم برؤية، بمناسبة الحديث عن مخرجات الحوار الوطني، تقدم برؤية كادت أن تكون المقبولة عند الجنوبيين إذا ما بذل جهدا كبيرا من أجل إقناع الجنوبيين بها، وهي الدولة الاتحادية بإقليمين شمالا وجنوبا بحدود 1990. لكن من الذي تصدى لها من المفارقة؟ تصدى لها طرف في الانقلاب وطرف آخر مع الشرعية. الآن النار التي تشتعل تحت رماد هذه القضية ما تزال كامنة، وستظهر. طيب، على كل حال هي ليست دكتور هي ليست موضوع هذه الحلقة، لكن بما أننا يعني تطرقنا إليها دخلنا فيها قليلا. لكن يعني هناك، إذا ما اعتبرنا حسن النية في من انتقد الحزب الاشتراكي على مواقفه في الفترة الأخيرة أيا من كان هذا الطرف، هل يمكن اعتبار أن التوقيت الذي جاء فيه هذا الاجتماع وما صاحبه من لغط أو من اعتباره عودة إلى الشرعية كما يقول من يقول ذلك، هل يمكن اعتباره أنه دفعة معنوية كبيرة في سبيل يعني قوة موقف الوطني الموقف الشرعية بداخل مشاورات الكويت؟ أنا أعتقد أن الموقف الحزب الاشتراكي ليس جديداً أن يؤيد الشرعية، هذا تحدث فيه كثيراً وتحدث فيه الزميل، ووضحت النقطة. نعم، لكن الجديد
هو أنه أتيحت الفرصة لقيادة الحزب الاشتراكي أن تنسحب من صنعاء، وهي كانت تحت الكبت يعني والملاحقة والتضييق، ووجدت فرصة أن تتصل برئاسة الجمهورية. وأعتقد أن هذه الفرصة أزالت اللغط الذي أحاط بموقف الحزب الاشتراكي من الانقلاب ومن الـ ومن الـ ومن الشرعية، وصار الأمر واضحا. فيما يتعلق بموضوع مشاورة الكويت، الحزب الاشتراكي هو مع الدعوة منذ اليوم الأول، وأنا طبعا هنا لا أتحدث باعتباري قيادي في الحزب الاشتراكي، أتحدث كمراقب يتابع مواقف كل القوى. الحزب الاشتراكي من يعني من مع الداعين إلى الحوار، لكننا ما زال نشعر أن الطرف الانقلابي ليس جادا فيما يذهب إليه، حتى فيما يقولون وما يعلنون. هم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر، والدليل على ذلك ما يقومون به. طيب دكتور، طيب سنعود إلى هذه النقطة دكتور، لكن دعني وإياك نرحب بضيفنا الأستاذ باسم الحاج، الأمين العام الثقافي للشباب العربي الاشتراكي، معنا عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور، أهلا بكم أستاذ باسم. يعني هذه التحركات الأخيرة، سواء كانت جديدة أم لم تكن جديدة، هل نتجت عن مراجعات بداخل الحزب الاشتراكي برأيك؟ أولا أريد أن أنوه أن هذا ليس جديد، موقف الحزب الاشتراكي من موضوع انقلاب 21 سبتمبر. وأذكر بهذا المستوى أن الحزب الاشتراكي حذر من أن هناك مخطط لانقلاب قبل 21 سبتمبر عبر ممثله في البرلمان. اثنين، حين حدث الانقلاب 21 سبتمبر بعد 4 أيام مباشرة نظم شباب الحزب الاشتراكي في العاصمة صنعاء فعالية مناهضة للانقلاب. كما أيضا كانت صحف ووسائل إعلام الحزب تصدر من صنعاء وتندد بهذا الانقلاب، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف صحيفة الحزب الثوري والاشتراكي موبايل، وأيضا حق موقعه الاشتراكي نت. كما أن قيادة الحزب الاشتراكي هي القيادة الوحيدة الممثلة بالأمانة العامة والمكتب السياسي الذي ظلت في صنعاء تعقد اجتماعات منتظمة وتصدر بيانات منددة بانقلاب 21 سبتمبر. وبعد الانقلاب أيضا كان شباب الاشتراكي في طليعة الشباب اللي نظموا مسيرات منددة بالانقلاب من داخل صنعاء، وتعرضوا للعديد من الملاحقات والاعتقالات. فموقف الاشتراكي من العنف واستخدام القوة هو موقف تاريخي على الأقل يبدأ بتسعيد، فلذلك ليس هذا جديد ما حدث اليوم. وظل الحزب الاشتراكي دوما يدعو وقدم مبادرات، ربما انفرد عن بقية القوى السياسية بتقديم مبادرات لتجاوز الانقلاب والعودة للعملية السياسية. طيب يعني أنا هنا لا أقف بموقف المعارضة أو الجهة المعارضة، بل أوضح من يتحدث بصيغة أو يعني من يتناول هذه الآراء التي تقول أن هذا الموقف جاء يعني متأخرا بشكل مؤسساتي. طيب برأيك يا أستاذ، ولم تحدد لي هذه النقطة، إذا ما كانت هذه الموقف الأخيرة تمت بحيث يعني بعد مراجعات بداخل هذا الحزب أم لا؟ أنا سبق وذكرت لك سلسلة من المواقف اللي تؤكد أن الحزب الاشتراكي كان بل أكثر الأحزاب اللي أنفردت بمواقف شجاعة وواضحة من الانقلاب، وكان وظل موقف الحزب الاشتراكي وما زال مبدئي من مسألة أهمية العودة للعملية السياسية وتجاوز الانقلاب. طيب إذن برأيك لماذا جاء هذا اللقاء بهذا التوقيت؟ هذا انسجام طبيعي مع مواقف الحزب اللي تدعو للعودة للعمل السياسي والانفتاح على كل القوى السياسية، وفي سياق مواقفه اللي تؤكد على العودة لطاولة الحوار. يعني هل كانت هناك فجوة ما بين في العمل هذا موقف ثابت أستاذ باسم؟ يعني هل كانت هناك فجوة باعتبار أن ما حدث عودة، هل كانت هناك فجوة ما بين الحزب الاشتراكي وبقية المكونات السياسية؟ لا، ربما كان في موقف متميز نوعا ما للحزب الاشتراكي، لأنه الحرب أحدثت انقسام مجتمعي وليس فقط في إطار القوى السياسية، لكن موقف الحزب من الحزب اللي كان
منذ البداية جزء من هذه الشرعية التوافقية، بل كان أيضا يصدر مواقف وبيانات تصوب من أداء السلطة السياسية. طيب الآن وفق اللحظة الراهنة أستاذ باسم، هل هناك بشائر لتكوين تكتل سياسي أوسع من اللقاء المشترك على أسس الجمهورية والاتحادية أيضا؟ والله في إطار مرجعية يعلنها الحزب الاشتراكي دائما ويجددها في بياناته، وأي تحالف يقوم على أساس مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرارات 22 و 16، ويعود الجميع إلى طاولة الحوار وفق تنفيذ هذا الإطار المرجعي، هذه مسألة أساسية ومهمة ومركزية في نضال القوى السياسية. أشكرك الأمين العام الثقافي للشباب الاشتراكي العربي الأستاذ باسم الحاج، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وقبل أن أعود إلى الدكتور عيدروس النقيب معنا عبر السكايب، نذهب وإياه والمشاهدين الكرام إلى فاصل قصير، نعود بعده مشاهدينا لاستكمال الحوار، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أعود إلى دكتور عيدروس النقيب معنا عبر السكايب من لندن. دكتور عيدروس، يعني ما الذي تحمله الشرعية من جديد للحزب الاشتراكي بدعوتها له في هذا اللقاءات، بهذه اللقاءات التي تمت مؤخرا؟ في تصوري أن رئاسة الجمهورية ربما تكون تحررت من بعض الضغط الذي أو بعض التضليل الذي ظل يمارس عليها من الأطراف التي لا تريد للحزب الاشتراكي اليمني أن يكون قريبا من الشرعية، أو حاولت استبعاد الحزب الاشتراكي رغما عنه عن الشرعية. فبعتقد أولا السلطة الشرعية برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هذه هي بحاجة إلى كل القوى السياسية أن تلتف حولها وتدعم موقفها. وبالنسبة للحزب الاشتراكي اليمني هذا الموقف لا غبار عليه، هو دعم لهذه القضية، دعم للشرعية. لكن هناك كانت فجوة مثل ما قال الأستاذ باسم مع بقية المكونات السياسية، أليس كذلك؟ اسمح لي أن أشير إلى نقطة توصلت إليها من خلال متابعتي للعملية السياسية في اليمن كلها. تفضل. المؤسسة السياسية في ظل ما جرى بعد 21 سبتمبر، المؤسسة السياسية وأقصد بها التكوينات السياسية الأحزاب والمنظمات السياسية يعني توارت إلى الخلف وبرزت مؤسسة أخرى بديلة، وهي المؤسسة العسكرية، الميليشيات، المقاتلين، المقاومات، حتى المقاومة التي هي مقاومة مؤيدة للشرعية هي أيضا ليست مؤسسة سياسية ولا حتى مقادة سياسيا، لا توجد قيادة سياسية تقود المقاومة، وبالتالي صار العمل السياسي نوعا من البذخ في ظل القصف والقتل والتدمير والتفجير والتهجير والإبعاد والتجويع والحصار. لكن دكتور كان يعني هناك عمليات سياسية كثيرة، منها مشاورات جنيف واحد وما عرف ببيال، وكذلك الآن مشاورات الكويت. يعني كما تلاحظ هذه المشاورات هي كانت عبارة عن محاولات إقليمية ودولية لإعادة بعث الحياة وضخ الدماء في شرايين العملية السياسية. لكن طيب هل غاب الحزب الاشتراكي عنها أم لا؟ جنيف واحد فشل، وجنيف اثنين أو بيل لم يخرج إلا بخارطة الطريق على أساس أنها ستكون للمشاورات القادمة، وتعلم أن الموضوع تأخر 4 أشهر. يعني لا أستطيع الجزم بأن مشاورات الكويت ستفشل، لكنني أتصور. سؤالي دكتور، هل غاب الحزب الاشتراكي عن هذه المشاورات أم لا؟ المشاورات كانت بين طرفين، الشرعية والانقلاب، والشرعية ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومن يختاره الرئيس لتمثيله في المشاورات، وبين الطرف الانقلابي القوى السياسية. لا أتصور أن يعني لم أسمع أن إصلاحيا أو من حزب الرشاد أو حتى من المؤسسات أو من المؤتمر الشعبي العام كمؤتمر المؤيد للرئيس ذهب بصفته الحزبية، جميعهم ذهبوا بصفتهم الحكومية. الحزب الاشتراكي لم يكن مشاركا في الحكومة، وبالتالي
يعني لا يمكن معاتبته انه لم يذهب بسبب عدم دعوته. طيب الآن يعني هل يمكن الحديث عن بلورة مشروع سياسي واسع من جميع القوى المساندة للشرعية على أساس مخرجات الحوار وفق هذه التطورات الجديدة ووفق يعني لربما الفجوة التي يجب أن تردم في صف الشرعية الواحد؟ أعتقد أن ما قبل 2015 ليس كما بعد 2015. التحالفات السياسية ستتغير وهذا أمر مؤكد، لكن هل تستطيع القوى السياسية أن تلتقط المؤشرات وتقدم على خطوة سياسية مختلفة جذريا عن النمط التقليدي اللي هو القائم على التمحورات السياسية وتنفيذ الأجندات الحزبية فقط؟ إذا استطاعت القوى السياسية أن تحدد هدف محدد وعلى أساس أولا استعادة الدولة المخطوفة، ثانيا حل القضية الجنوبية حلا عادلا يستجيب لمطالب وتطلعات الشعب الجنوبي. أيها الأخوة، أنا أريد أن أقول للشرعية نفسها ومؤيديها سواء من أنصار 94 أو من الذين لم يكونوا في الحرب في 94، أنتم تريدون يعني كأنهم يريدون أن يرغموا الشعب الجنوبي إلى أن يتحول إلى ميليشيات مشابهة الميليشيات الحوثي حتى يجلسوا معه على طاولة الحوار. افهموا أن هناك 5 مليون جنوبي يرفضون هذا الوضع ويرفضون حتى دولة الوحدة بوضعها المشوه. كل الكوارث القائمة اليوم في اليمن سببها وحدة 22 مايو بشكلها الذي صيغت فيه. ولذلك هناك من يطرح الفيدرالية الثنائية، وهذه تقدم بها مؤتمر القاهرة وتقدم بها الحزب الاشتراكي. هذا الوضع يمكن أن يكون مقبولا بعد جهد جهيد يجب أن يبذل مع الجنوبيين من أجل القبول به. أما الإصرار على التغني بالوحدة التي ماتت وشبعت موتا وأوصلتنا إلى هذا الدمار وإلى هذا الحرب وإلى هذا الخراب، فهو التغني بصنم قريش الذي أكله أهل قريش عندما جاعوا. علينا أن نستمع إلى الشعب الجنوبي ونستجيب لتطلعاته ونعرف ماذا يريد الجنوبيون قبل أن نجبرهم على التحول إلى ميليشيات مشابهة للميليشيات الحوثية. نعم. وبعدها نجلس معهم على طاولة الحوار. طيب دعنا دكتور يعني نشرك في الحوار الأستاذ أسعد عمر، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، معنا عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ أسعد. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بكم استاذ اسعد. اذا ما عرجنا يعني بعجاله الى قراءتك السريعه للقاءات التي قامت ما بين قياده الحزب الاشتراكي والحكومه الشرعيه والرئاسه. هذه اللقاءات هي تعكس حالا حسن التقدير من قبل السلطه السياسيه، وهذا ما نعتبره في الحزب الاشتراكي اليمني، وايضا رفع من مستوى ادراكها باهميه الدور الذي يمكن للحزب الاشتراكي ان يقدمه في هذه اللحظه، كما ايضا تعكس صوره اخرى مهمه يمكن تجسيدها امام اطراف العمل السياسي، وهي انها تفتح فرصه مناسبه لاستعاده العمليه السياسيه بحضور المكونات السياسيه الاساسيه بتعاليها الى جانب الحكومه الشرعيه والرئيس الشرعي. طيب أستاذ أسعد، يعني ما هي ما أهمية المخرجات التي جاءت في نتيجة للقاء بالرئيس وكذلك برئيس الحكومة وعلاقتها بالمستقبل السياسي لليمن بشكل عام وللحزب الاشتراكي بشكل خاص؟ كل ما حدث في هذه اللقاءات طبعا أولا للتوضيح وللمزيد كما وسبق لزملائي أن قدموه بأن هذا اللقاء هو تواصل لأعمال الحزب المستمرة في تأييد السلطة ومؤازرتها باعتبار أن موقف الحزب موقفا ثابت. كل ما حدث في هذا اللقاء هو أنه تم التناول جملة من القضايا الأساسية فيما يتعلق بالعمل السياسي وتفعيل دور القوى السياسية في هذه اللحظة، وأيضا لمسنا فيه نوعا من تغيير الموقف لدى أطراف السلطة الشرعية، خاصة وأننا كنا في الحزب الاشتراكي اليمني نلمس نوعاً من الإقصاء خلال الفترة الماضية والذي كنا نرى فيه إقصاء متعمداً، لكن ما لمسناه في لقاء اليوم حالة من التحول عند في محيط أو في دائرة السلطة الشرعية، ولعل ذلك سيكون له أثره المناسب والقوي على مستوى العمل السياسي خلال المرحلة القادمة.
طيب يعني مستقبل العملية السياسية التي يقول الدكتور عيدروس النقيب أن ما قبل 2015 ليس كما بعد، كيف تقرأ هذا المستقبل للعملية السياسية في اليمن؟ ما ينبغي علينا إدراكه هو أن المجتمع اليمني ككل دخل في حالة من الانقسام الاجتماعي، وهذا الانقسام شمل كل المكونات بما فيها المكونات السياسية، وبالتالي المرحلة تتطلب الآن حالة من التحول عند مختلف القوى لتدارك الآثار التي فرزتها الأحداث الماضية والتراكمات أيضا التي حملتها الأحزاب والمكونات السياسية خلال المرحلة الماضية. أيضا الآن المرحلة تتطلب نوعا من أو حالة من التحول الكامل على الوطني، لأن المهام التي أمام الأحزاب السياسية مهمة جسيمة في استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها واستعادة النظام الجمهوري والانتصار لقيم الثورات اليمنية الخالدة، وهذه مهمة لم تعد سهلة، ليست مهمة بالإصلاح، هي مهمة استعادة، وبعكس ما كانت عليه قبل الآن. كانت المهمة قبل 2015 كانت مرتكزة في عملية الإصلاح الديمقراطي والسياسي. حاليا نحن أمام مهمة استعادة السلطة، استعادة النظام الجمهوري، استعادة قيم الثورة الخالدة سبتمبر وأكتوبر، وهذه مهام في غاية الصعوبة. استعادة أيضا حالة التسامح والاستقرار والسلم الاجتماعي، وهذه أيضا مهمة أكثر تعقيدا من غيرها من المهام، وتتطلب في كل الأحوال تحولا في عمل الأحزاب السياسية وإيجاد تحالف وطني كبير يضم القوى الوطنية المؤمنة بأهمية استعادة الدولة ونظامها الجمهوري. أستاذ أسعد عمر، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى دكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، يعني الحزب الاشتراكي كما فهم من البيان يعني دعم المقاومة الشعبية كفعل عسكري مواجه للانقلاب، فعل عسكري اضطر له الشعب لمواجهة هذا الانقلاب. إذا ما ركزت أكثر حول هذه النقطة، يعني كيف يتمثل الحزب الاشتراكي في المقاومة الشعبية؟ ما هو مدى هذا التأثير أو التمثيل إن صح التعبير؟ الحزب الاشتراكي اليمني كما قلت ليس لديه ميليشيات مسلحة أو فيالق يعني تعتبر تابعة للحزب الاشتراكي، لكن أذكر وأنا لست متابعا دقيقا للأسماء والمقاومين، أنه في أول شهداء المقاومة في عدن كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، وهو الشهيد العميد محمود حسن زيد، وآخر شهيد من شهداء الحراك السلمي الجنوبي كان عضو اللجنة المركزية الأستاذ الجامعي الدكتور زين محسن اليزيدي. في تعز أنا أعلم أن عشرات الاشتراكيين استشهدوا وهم يقاومون، ولكن ليس كميليشيات اشتراكية، وإنما في إطار في صفوف المقاومة، وهناك قيادات تقود الجبهة، الكثير من الجبهات هي قيادات تنتمي إلى الحزب الاشتراكي، لكن الحزب الاشتراكي هو المؤسسة التي لا تمتلك وسائل إعلامية قوية لترويج بضاعتها، ولا تبالغ في تصوير قياداتها وهم يحملوا الار بي جيهات، ولا تصورهم وهم يزورون المواقع، لأنها حتى الموقع الاشتراكي نت هو موقع من حين إلى آخر يتعرض للحي، وصحيفة الثوري هي واقعة تحت رحمة الحوثيين. على أي حال الحزب الاشتراكي هو واقف في صفوف شرعية، هو رافض للإنقلاب، هو مقاوم بمقاتليه وليس بميليشياه، هو يعني هو واقف في خندق الشرعية، وهو رافض للوصول إلى السلطة عن طريق العمليات العسكرية. يعني يمكن فهم أنها مقاومة مجتمعية انخرطت في صفوف المقاومة التي تشكلت في المدن اليمنية بشكل عام لمواجهة هذا الانقلاب، أليس كذلك؟ نعم نعم نعم، هو في كل نشأت تطوع الناس تطوعا وذهبوا نعم. إلى الجبهات دون أن طيب. أن يدعون من قبل أحزابهم أو منظماتهم. طيب. يعني بوجود هؤلاء المقاتلين الذين ذهبوا بشكل فردي على حسب ما فهمت منك، وكذلك بوجود هذا التوجه من قبل أو وجود توجه من قبل الحزب الاشتراكي، ووجود يعني لقاءات على مستوى القيادات، الأمين العام الدكتور السقاف وغيره، كيف نرى مستقبل المشاركة للحزب الاشتراكي بصناعة القرار في الجمهورية اليمنية في ظل هذه الشرعية وفي ظل الحرب التي تواجه بها اليمن من قبل الانقلاب؟ الحقيقة يعني
الحزب الاشتراكي اليمني لديه معضلتان. المعضلة الأولى أنه متهم من قبل كل الأطراف زي ما قلت لك في حديثي السابق، لم يبقى طرف سياسي في اليمن لم يتهم الحزب الاشتراكي بتهمة معينة. لكن المعضلة الثانية هي الموقف من القضية الجنوبية. الحزب الاشتراكي تبنى مواقف متميزة تجاه القضية الجنوبية، جوبهت بالرفض. اليوم الحزب الاشتراكي اليمني وهو القادم من الجنوب أساسا، يعني حتى القيادات الشمالية التي هي ذات أصول شمالية هي مارست الحياة السياسية وعاشت في الجنوب وأتت من الجنوب إلى السياسة. موقف الحزب الاشتراكي اليمني في مأزق من قضية الجنوب. هناك مشكلة وهي تتعلق بمفهوم الوحدة. أنا شفت كثير من الشباب حتى من الاشتراكي يتغنى بموقف الحزب الاشتراكي من الوحدة. في الجنوب الموقف من الوحدة هو تهمة، يعني تأييد الوحدة هو تهمة. الجنوب يريد حزبا يعني يعبر عن تطلعاته وأماله، وبالتالي كثير من المواطنين الجنوبيين يشعروا بأن الحزب الاشتراكي لم يعد يعبر عنهم، وهذا جزء أيضا من التعبئة التي تتم من قبل خصوم الحزب الاشتراكي في الجنوب. أنا أعتقد أن الحزب الاشتراكي يستطيع أن يلعب دورا في الجنوب متميزا. نعم. من خلال طيب ماذا عن الدولة بشكل عام بعجالة دكتور عيدروس في أقل من نصف دقيقة؟ في أقل من نصف دقيقة سأكمل. حزب اشتراكي في الجنوب يرتبط بحزب اشتراكي في الشمال بوحدة فدرالية أو كونفدرالية يتبنى كل منهما المهمات في إقليمه، لأن هناك تمايز في المهمات في كل إقليم، وإلا فإن الحزب الاشتراكي اليمني سيضمر مثله مثل ما انتهى الحزب الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام في الجنوب الذي لم يعد لهم أي عضو. المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس مركز شمسان للدراسات الدكتور عيدروس النقيب كنت معنا عبر السكايب من لندن في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن في التقديم، وتحيات الزميل منصور النقاش منتج الحلقة، وكذلك المعد محمد المقبلي، وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بخير، إلى اللقاء.